السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نادي الزمالك بيرسل خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري بخصوص ملعب مباراة الزمالك وجيراسيون فوت المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الساعة 8 مساء في دور ال 32 دوري ابطال افريقيا، المباراه اللي قرر اعادتها او اعاده تحديد ميعاد لها الاتحاد الافريقي لكره القدم بسبب الازمه الاخيره ما بين نادي الزمالك وجنراسيون فود وعدم رغبه جنراسيون فود في خوض المباراه في برج العرب. ونادي الزمالك اخطر الاتحاد المصري لكره القدم برغبته في خوض المباراه على استاد القاهره وبحضور جماهير كبير. في نفس الوقت حدد الزمالك خيارات او بدائل في حال رفض استاد القاهرة استقبال مباراة الزمالك وجيراسيون فوت، وحدد نادي الزمالك ملعبين هما بترو سبورت والسلام علشان يكون الخيار الثاني والثالث في حالة رفض الجهات الأمنية لإقامة المباراة في استاد القاهرة. وزي ما أنتم عارفين الاتحاد الإفريقي ألزم نادي الزمالك بتحديد ملعب المباراة قبل يوم 12 أكتوبر، يعني آخر ميعاد للزمالك 12 أكتوبر علشان يختاروا الفريق السنغالي. في نفس الوقت فريق السنغالي قرر خوض المباراة، ده بالنسبة لنادي الزمالك وملعب المباراة. فايلر مدرب محترم، مدرب عنده فكر، مدرب عنده مشروع، مدرب جاي عنده هدف. فايلر اتكلم مع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي وفر له كل الإمكانيات وكل مادية فنية معنوية، كل حاجة النادي الأهلي وفرها لفايلر خلال الفترة اللي فاتت علشان يظهر كل إمكانياته وما يبقاش فيه سبب أو مبرر يطلع اي مدير فني زي ما حصل مع لاسارتي واتكلم وقال لك ان مجلس اداره ما وفرش ليها لاعبين، والكلام بطريقه مستفزه استفزت مجلس اداره واستفزت كل جماهير النادي الاهلي. ففايلر من ضمن افكاره ان كل فرق الناشئين بالنادي الاهلي يلعبوا بنفس طريقه الفريق الاول، بمعنى ان هو هيجتمع مع المديرين الفنيين خاص بكل فريق من قطاع الناشئين وهيعقد جلسه معاهم وهيتكلم على ان كل فرق الناشئين بالنادي الاهلي هتشتغل او هتلعب بنفس طريقه لعب الفريق الاول اللي هو بيلعب فيها مارتن لاسارت، لان كلنا عارفين ان اللاعبين في قطاع الناشئين ما هو الا تفريق لخروج اللاعبين الى وتصعيدهم الى الفريق الاول. ففايلر عايز يعمل حاجه يخلي الفرق الناشئين كلها تلعب بنفس طريقه الفريق الاول على اساس وقت ما يحب انه يقوم بتصعيد اي لاعب من الناشئين للفريق الاول ما ياخدش معاه وقت، ما ياخدش معاه مجهود، يكون اللاعب لعب بنفس الطريقه مع فريق الناشئين، يبقى مجرد ترس هيجي يشتغل مع التروس الاخرى. والنادي الاهلي عنده مجموعه من الناشئين على قدر كبير من الكفاءه، وكنت اتكلمت من فتره على ان العين الاماراتي عايز يضم اللاعب شادي رضوان، لاعب مهاري، لاعب امكانياته عاليه فنيا جدا جدا جدا، وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة. ده بخصوص فايلر وهدفه أو فكر فايلر. الأهلي بنتكلم عن النادي الأهلي، امبارح نادي الزمالك عمل حفلة وقصة وحكاية ورواية على النادي الأهلي بعد انتشار خبر انتقال أو توقيع محمود كهربا للنادي الأهلي، الخبر اللي تناقلته معظم المواقع الرياضية ولقى تفاعل كبير من جماهير، سواء جماهير النادي الأهلي أو من جماهير نادي الزمالك. وطلعوا علينا برنامج الزمالك اليوم وخالد غندور يتحفونا بكلامهم عن القيم والاخلاق والمبادئ ويهاجموا مجلس اداره النادي الاهلي اللي ما عندوش قيم ولا مبادئ لانه تعاقد مع كهربا. النهارده امير توفيق بيحرج الجميع ويسكت ويخرس كل الالسنه اللي بتتكلم عن النادي الاهلي وبياكد تاني وتالت وعاشر ان النادي الاهلي هو نادي القيم والمبادئ. النادي الاهلي بيتعامل مع الجميع بمبادئه ومش مبادئ الاخرين، باخلاقه ومش باخلاق الاخرين. قال لك اتكلم امير توفيق وكشف عن تعاقده او كشف عن حقيقه تعاقد محمود كهربا مع النادي الاهلي، اتكلم مدير التسويق في النادي الاهلي عن صفقه محمود كهربا، اولا اشاد شيء طبيعي، اشاد بامكانيات اللاعب وقدرات اللاعب والكلام ده كله، وقال انه لاعب كبير ومميز وعنده مهارات خاصه وعلى قدر كبير من الكفاءه، وبعد وجوده اضافه لاي فريق سواء داخل مصر او خارجها. وأكد أمير توفيق إن النادي الأهلي لم يتعاقد مع كهربا إلى الآن، وقال مدير التعاقدات النادي الأهلي إن النادي الأهلي لم يعني يوقع مع كهربا، والنادي الأهلي زي ما تردد في الساعات الأخيرة يعني قال لك كل ده عاري تماما من الصحة نظرا لارتباط اللاعب بتعاقد رسمي مع النادي البرتغالي قفش البرتغالي
ممتد لعدة سنوات قادمة، والنادي الأهلي بيحترم هذا التعاقد. وقال أمير توفيق إن النادي الأهلي عندما يرغب في التعاقد مع كهربا سيتحدث ذلك من خلال الدخول في مفاوضات رسمية مع النادي البرتغالي، مش زي الهرجلة اللي بتحصل واحد يتعاقد يتكلم مع لاعبه أو ضد رغبة النادي أو كمان. قال لك هيتكلم وهيدخل مفاوضات رسمية مع النادي البرتغالي، قال لك والأهلي لن يتعاقد مع أي لاعب سواء كهربا أو غيره إلا عن طريق القنوات الشرعية والتفاوض مع نادي اللاعب صاحب الحق الأصيل في خدماته. وقال مدير التعاقدات أمير توفيق إن ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية بشأن توقيع كهربا رسميا للنادي الأهلي مجرد اجتهادات ويسأل عنها مرويها. عملوا حفلة وقصة وحكاية وهجموا النادي الأهلي وبهدلوا النادي الأهلي، مرتضى منصور يقول لك الذكر يعمل مش عارف إيه، وفي الآخر مفيش أي كلام ده حصل، أي من الكلام ده حصل، وطلع نفى كل الكلام ده جملة وتفصيلا أمير توفيق. هل عندهم القدرة على الاعتذار والشجاعة؟ أشك لن يتم هذا. شيء بقى شيء مقزز يعني. بالنسبة في كلام كتير طلع من حوالي نص ساعة كده إن لجنة المسابقات اللي بيديرها حسام الزناتي زملكاوي قررت تأجيل مباراتي الزمالك أمام المقاولين العرب وإنبي في الأسبوعين الخامس والسادس من بطولة الدوري المصري الممتاز، وأنا مش شايف له أي مبرر يعني. الزمالك كان هيلعب يوم 23 أكتوبر مع المقاولين وهيواجه الوضع طبيعي ان مباراه المقاولين تتاجل زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو السابق، لكن مباراه انبي تتاجل ليه؟ هتتلعب يوم 27. في نفس الوقت هو كان حدد للمصري الاسماعيلي لاعب طنطا وحرس الحدود بنفس الفارق الزمني 72 ساعه زي نفس الفارق الزمني بين مباراه جنرال فود وانبي، لكن حلال للزمالك حرام على الاسماعيلي، وحلال او حرام على الاهلي انها تاجل له لما يلعب مباراه يوم 2 اكتوبر و5 اكتوبر والزمالك تاجل له جولتين الخمسة والستة شيء اوفر. قال لك التأجيل جه بعد معالي الاتحاد الافريقي لكرة القدم إعادة مباراة الزمالك وجنراسيون فول، شيء مش مقنع يعني، مش مبرر إلا مجاملات، ويطلع ويقول لك واحد أنا كنت عامل لهم كمين. قال لك قررت اللجنة الخماسية برأس عمرو الجناين المكلف، كنا كلنا عارفين إن الموسم ده أو النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا النهائي هيتلعب من مباراة واحدة على أرض محايدة كما يقول يعني. فاللجنة الكاف فتح لكل الدول ملف تقديم لاستقبال اي فرقه عايزه تستقبل نهائي دوري ابطال افريقيا تقدم، وهم يدرسوا العروض المقدمه. من ضمن اللي قدمه عمرو الجاني او اللجنه الخماسيه او الاتحاد المصري لكره القدم قاموا بتقديم عرض الاتحاد الافريقي لكره القدم لخوض مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا بالقاهره، وجاء هذا بعد الاتفاق مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بالتقدم بعرض رسمي لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال بعد قرار الكاف بإقامة النهائي على ملعب محايد من جولة واحدة. واستقر اتحاد الكرة على اختيار استاد القاهرة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد نجاح مصر في استضافة كأس الأمم الإفريقية. نتمنى إن استاد القاهرة وينجحوا في استقبال مباراة النادي الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر بحضور جماهيري يليق ب ديربي العاصمة، ديربي القاهرة مباراة النادي الأهلي والزمالك. برضه من ناحية تانية جنراسيون فود بيفتحوا النار على نادي الزمالك. وجه عبد الله تيام سكرتير عام نادي جنراسيون فود السنغالي رسالة إلى إدارة نادي الزمالك وإلى جمهور نادي الزمالك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم 24 أكتوبر. وقال عبد الله في تصريحات لي رسالتي إلى نادي الزمالك وجماهيره أن كرة القدم للشعوب، وقال علينا أن نستخدمها كرسالة للجميع وبصفة خاصة في القاهرة الإفريقية، احترموا خصومكم فهي رياضة. وقال الكلام على عقدته نادينا لم يفتع المشكلة، لم يكن أحد من نادي الزمالك في استقبالنا فور وصولنا، لم يكن هناك أي أحد حتى أننا انتظرنا في فندق في القاهرة الجديدة ولم يحضر أحد، وقال لم يحضروا ولم يتحركوا إلا عندما كانت هناك أزمة. هذا الأمر أثار لدينا غضب كبير من نادي الزمالك. وقال اختتم كلامه في كل الأحوال هنلعب مباراة مع الزمالك في القاهرة يوم 24 وهيكون الملعب وكرة القدم هي الفيصل بيننا. كلام جيد وكلام محترم ويوضح بقى مش قصة مؤامرات ولا رشاوي زي ما قال مرتضى منصور وهاجم النادي السنغالي ورئيس النادي السنغالي، وقال ان هم اساءوا استقبالنا. زي ما احنا عارفين برضو منتخب مصر هيلعب بكرة مع منتخب جنوب افريقيا للمنتخب الاولمبي في ودية قبل خوض البطولة الافريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو، الانتخابات الاولمبيه اللي هتكون في القاهره اللي هتبدا يوم 28 اكتوبر الجاري 28 او 8 8 نوفمبر 8 نوفمبر القادم.
المباراة المفروض انها كانت تذاع، لكن الطرفين اتفقوا شيء غريب، ومدير الفني نادي المنتخب جنوب افريقيا انها ما تنزعش لاسباب تكتيكية خاصة بالفرقتين، لان كل فريق عاوز يجرب ويشوف خطط تكتيكية جديدة، خايف المنافسين المشاركين في دورة الالعاب الافريقية يشوفوا ويتعرفوا على خططهم واسلوبهم وطريقة لعبهم. ده بخصوص مباراة المنتخب المصري الاولمبي ومنتخب جنوب افريقيا. اما بالنادي الاهلي، بالنسبه للنادي الاهلي زي ما احنا عارفين، النادي الاهلي الاحتفاليه النهارده هتكون في احد الفنادق الكبرى الخاصه بتسليم الدرع، هيكون فيها مجموعه من الفقرات. النادي الاهلي دعا مارتن لاسارتي واعتذر مارتن لاسارتي، والنادي الاهلي توجه دعوه لكل اللاعبين الاهلاويه حتى المعارين منهم، طبعا هنجيب اللاعبين المنضمين للمنتخب الاولمبي عن هذه الاحتفاليه، لكن النادي الاهلي ارسل دعوه لكل اللاعبين اللي شاركوا في حصول النادي الاهلي على درع الدوري الموسم الماضي، سواء اللاعبين الموجودين حاليا في النادي الاهلي او اللاعبين المعارين لانديه اخرى. ده بخصوص الاحتفاليه. كم انت كبير يا اهلي. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا اول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.